فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: امرأة تكبر تكبيرة الإحرام وتركع وتسجد وتصلي أول ركعة، ثم لا تستطيع القيام في الركعة الأخرى فتكمل الصلاة وهي جالسة لأنها مريضة، هل صلاتها على هذه الحال صحيحة؟ نعم، صلاتها صحيحة، تقوم إذا قدرت على القيام وتجلس إذا عجزت عن القيام في صلاة واحدة لا بأس. نعم، اتقوا الله ما استطعتم. نعم.